كتائب حزب الله في العراق تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قرار أثار العديد من علامات الاستفهام حول توقيته وأسبابه. الكتائب أكدت أن قرارها جاء دفعاً للحرج عن الحكومة العراقية. أما المتابعون لقرار تعليق العمليات العسكرية فيرون أنه محاولة من قبل الكتائب لتفادي ضربات جوية متعددة وطويلة الأمد تلوح واشنطن بتنفيذها انتقاماً لمقتل جنودها الثلاثة. فيما يرى آخرون أن تعليق العمليات العسكرية جاء لتخفيف الضغط الأمريكي على طهران المتهمة بتمويل الفصائل المسلحة في العراق وسوريا، سيما وأن قرار التعليق حمل بين طياته تبرئة للساحة الإيرانية من تهمة دعم الفصائل المسلحة في العراق وسوريا. أما الحكومة العراقية فأكدت أن قرار تعليق العمليات العسكرية جاء بجهد حكومي سيساعد في نهاية المطاف بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.